سئل أحد الحكماء عن أطيب ما في الإنسان وأسوأ ما فيه، فقال: اللسان، وإنما يطيب اللسان بقلة الكلام، فإن من كثر كلامه كثر خطأه وقل حياؤه. وعلى الإنسان أن يهتم بشؤونه ويدع سؤالا يؤذي الآخرين. ولذلك قالت العرب: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وقد أحسن الشاعر حين قال: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسنون.